السلام عليكم وتحياتي للجميع. مستشار ألمانيا السيدة أولاف شولتز عن حزب اس بي دي الاشتراكي اليوم كان في أمام البرلمان الألماني، أعلنها وبشكل رسمي، قال إنه المجرمين مرتكبي الجرائم وأصحاب الفكر المتشدد ما لهم مكان في ألمانيا، وما لهم مكان في ديمقراطية ألمانيا والحرية في ألمانيا. وصفهم يعني قال بعد حادثة مقتل الشرطي الألماني قبل تقريبا أسبوع، قال ما بيفرق إذا كان يعني دافع إسلاموي أو يميني متطرف أو أي شيء له علاقة بالإرهاب، يعني الأفكار المتشددة ما لها مكان في ألمانيا. هذا ما أعلن عنه مستشار ألماني، وتكلم بشكل خاص عن أفغانستان، يعني ذكرها بالتفصيل الممل، وذكر سوريا، ركزوا على أفغانستان وذكروا سوريا فقط. طبعا كان موقفه من الترحيل واضح بهي الجلسة، بعكس قبل شهر شهرين وثلاثة، يعني كانوا متحفزين حزب اس بي دي الحاكم وحزب المستشار حاليا أكبر أحزاب الحكومية المشاركة في تأسيس الحكومة الألمانية. موقفه تقريبا تغير بشكل كبير جدا بعد حادثة مقتل الشرطي الألماني، وأصبحوا يعني موافقين على الترحيل حتى إلى أفغانستان وسوريا. كما ذكر شيء مهم جدا، كان كلمته يعني حقيقة مميزة جدا، لغة التعميم نبتعد عنها، هات قالها بالحرف الواحد، وقال أنه في عنا بألمانيا 20 مليون شخص من أصول مهاجرة، وأولئك الأشخاص ينتمون إلى ألمانيا. يعني شوفوا، أنا بعتبره يعني من أفضل الخطابات، 20 مليون شخص من أصول مهاجرة وينتمون إلى ألمانيا، تعبير مهم جدا يعني. ولكن الأشخاص المتشددين، حتى ولو عندك الجنسية الألمانية، عندك فكر متشدد، يعني ناس منتسب لجماعة إرهابية على اللوائح السوداء في أوروبا وفي ألمانيا، فأنت ما لك مكان في ألمانيا، يعني تجنست على سبيل المثال. لنكون واضحين ومنطقيين حقيقة وصريحين مع بعض، إذا تجنست وساويت مشكلة وكان عندك فكر متشدد ورحت وطعنت وقتلت وهيك، فرح يسحبوا الجنسية الألمانية منك ويبعتوك على بلدك الأم شو ما كانت جنسيتك. قديما ما كان في ترحيل لأفغانستان وسوريا، ولكن حاليا عم يركزوا على أفغانستان، وعم يركزوا على اتفاق مع باكستان لأنه ما في علاقات مباشرة، اتفاق مع باكستان وبعدين يكون في تمرير إلى أفغانستان. يعني هي باكستان دولة حدودية مع أفغانستان. سوريا بس ذكروها فقط تذكير، ما في خطط واضحة جدا أو يعني مقترح او اي شيء تاني، بس ذكروها تذكير. انه يعني في اشخاص بيقولوا لك ما ذكروا سوريا، لا ذكروا سوريا، ولكن شو هي الخطه ما ذكروها بالتفصيل الممل. طبعا كمان ادان هاي العمليه وقال يجب معاقبه الشخص الذي قام بهذا الفعل عقوبه شديده، وكمان رح يكون في تشديد على مناطق حمل السكاكين، لانه مشكله او موضوع يعني حقيقه حمل السكاكين في المانيا طلع عن حده بشكل كبير كتير، وعم نشوف الناس عم تشيل سكاكين وعم تتجول فيها في الشارع، فلازم يكون في تدخل من الحكومة الألمانية، ويعني يعني يعطوا حد لهذا الموضوع. فكان كلام حلو جدا، مناسب جدا، في محله تهدئة النفوس أولا، وبعدين يعني بخصوص الترحيل أنا بعتقد إنه كمان يعني بالتعليقات لاحظت إنه حتى الأجانب واللاجئين والمهاجرين في ألمانيا بيطلبوا بترحيل المجرمين من ألمانيا، لأنه هن بشكل أو بآخر بيأثروا على سمعتهم كمان، يعني لنكون منطقيين. فنتمنى الأمور ترجع لطبيعتها وتعم أو يعم السلام والحرية والديمقراطية والاحترام المتبادل جميع أنحاء ألمانيا وجميع أنحاء العالم. تطبيق شي إن الصيني للملابس، هلا في كلام كتير يعني ذكرنا بفيديوهات كتيرة تيمو وشي إن، ولكن ركزوا على شي إن، لأنه شي إن مختص فقط لبيع الملابس، متجر إلكتروني ببيع الملابس في الصين. طبعا هلا المتجر الإلكتروني ما فيك تروح للمتجر وتلمس الجاكيت او البيجامة او اي شيء تاني بدك تشتري، ما فيك تلمسه، بيجيك عن طريق التوصيل الإلكتروني. ليس في محل مثلا بألمانيا بتروح ماركات عالمية معروفة، بتروح للمتجر بتشوف يناسبك ولا ما يناسبك. ولكن تيمو شيئا يعني دائما في كلام، اخر شهرين ثلاثه في كلام، حدا دخل البرلمان في فرنسا، الان في عنا مقال من جريده ديلي ميل البريطانيه
نتكلم بشكل شوي واسع، يعني مقال كامل عن هذا الموضوع، وخاصة ركزوا على شيء تركوا تيمو شوي، لأن الملابس تجي من تطبيق شيء الصيني، وخاصة عم يقولوا ملايين الملابس المخصصة للأطفال تحتوي على نسب عالية جدا من المواد المسببة للسرطان والعقم. شوفوا موضوع كتير مهم، إذا تم تثبيت صحة هذا الكلام فنحن بكارثة. وكمان شركة كورية جنوبية سوت فحص لهي الألبسة بعد التقرير، وتبين وجود نسب عالية جدا 400 مرة أكثر من النسب العادية من مواد تخترق الجلد وتدخل الدورة الدموية وتسبب السرطان والعقم. طبعا يعني هون تركيز كبير كتير، لأن إذا كان هذا الكلام صحيح مثل ما قلنا فنحن بكارثة حقيقة. وركزوا على الجانب الصحي من الموضوع، ما ركزوا على الجودة وإذا يعني بتوافق القوانين الأوروبية ولا البريطانية ولا العالمية، ولكن ركزوا أنه خاصة شيء عم يقولوا أنه فيها نسب من مواد بتسبب السرطان والعقم، تدخل تخترق الجلد، تدخل الدورة الدموية وتسبب السرطان والعقم. ما بعرف يعني حقيقة، يعني هذا الموضوع جدل دائما، فممكن يكون في تصريح كمان من الإدارة، إدارة التطبيق، يعني يكون في نشر للمعلومات كيف بيتم صناعة الألبسة، أو يعطوا هذا شيء طبيعي إنه مثلا الناس عم تشتري، ممكن يشرحوا للناس كيف بيتم صنع هذه الألبسة، هل هي موافقة للقوانين ولا المعايير، ولا ما هي متطابقة مع القوانين والمعايير، يعني بيكون فيها خلط من المواد كيماوية، مواد ممنوعة في أوروبا وفي ألمانيا وفي العالم حتى بشكل عام، فلازم يكون في توضيح من التطبيق بنفسه. وكمان أنتم أصدقائي متابعينا الكرام شاركوني أراكم حول هذا الموضوع، وهل اشتريتوا من شيء ملابس لألكم للكبار ولا للأطفال؟ كمان شاركوني أراكم بالتعليقات. نشر المحتوى الإباحي والجنسي على تطبيق إكس تويتر سابقا، هذا الشيء راح يكون مسموح داخل التطبيق بحسب إدارة التطبيق. إكس تويتر سابقا بعد ما تم بيعه قبل سنتين، ومالك الجديد أيلون ماسك اللي صرح مرات عديدة أنه راح يكون في إتاحة لحرية أكثر للمستخدمين، ولكن عم نشوف بخطوة مفاجئة أنه راح يكون في سماح للمحتوى، سماح لنشر وبنشر المحتوى الجنسي والإباحي على التطبيق سواء فيديوهات أو صور. أنا حبيت يعني أنشر هذا الخبر لأنه خبر مهم جدا، ملايين الأشخاص يعني حتى لنا يعني كعائلة، ملايين الأشخاص بيدخلوا أو عندهم حسابات على إكس تويتر سابقا وبيتصفحوا، بيشوفوا فيديوهات، بيشوفوا صور، بيشوفوا أخبار، يعني خاصة يعني تطبيق إكس فيه نسبة من المشاهير السياسيين والمشاهير والفنانين المشهورين على مستوى العالم عندهم حسابات وبيديروها. فالتطبيق الآن سمح بنشر المحتوى الإباحي والجنسي، وحتى سابقا ما كان في موقف رسمي منهم إذا هن في سماح ولا ما في سماح، ولكن هذا الشيء اتأكد حاليا أنه راح يكون في سماح. عم يقولوا أنه راح يكون ممنوع على الأطفال، وأيضا الأشخاص البالغين اللي ما بيريدوا، ما عندهم الرغبة، ما بدهم يشوفوا هذه الفيديوهات والصور، راح يكون باستطاعتهم تجاوز هاي الفيديوهات والصور من خلال الإعدادات أو من خلال أي شيء تاني. كمان إدارة التطبيق عم تقول أنه بما أنه هذا الشيء الفيديوهات والصور الإباحية والجنسية هي بالتراضي، فما في أي مشكلة فينا ننشرها. أنا بالعادة ما بنشر هيك أخبار وما يعني ما بنذكر هيك مصطلحات بالقناة، ولكن شفت أنه الموضوع مهم جدا للجميع. ولكن هل هذا الشيء رح يكون متوافق مع القوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي؟ بعتقد ما رح يكون موافق، والاتحاد الأوروبي رح يكون في له إجراءات ضد هذا الشيء حتى ولو داخل الاتحاد الأوروبي فقط. فموضوع مهم، شاركونا أراكم بالتعليقات، هل هذا الشيء بيدخل تحت بند أو تحت يعني عبارة الحرية الشخصية، ولا بتشوفوا كمجتمعيا مضر بالمجتمع والأخلاق والأداب؟ شاركونا أراكم بكل شفافية ومنطقية حول هذا الموضوع بقسم التعليقات. أصدقائنا هيك بكون انتهيت من الفيديو، شكرا لحسن المتابعة، إذا ممكن لو تكرمتوا
تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل فائدة الجميع. وإذا بدكم تتواصلوا معي عبر الانستغرام موجود بصندوق الوصف، وفيكم كمان تابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل التيك توك والفيسبوك، عندي صفحات هنيك وفورا متفاعل معها، يعني منرد على التعليقات، نشر الفيديوهات بشكل يومي. نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.